العالم كتير عم يحكي عن أجايل وصارت كتير ترند في العالم، لأنه ببساطة عم نعيش في عالم مجنون، عالم مليء بالمتغيرات، مليء بالغموض، مليء بالتعقيدات، عالم عم تتبخر في الميزة التنافسية بشكل سريع جداً، الاستراتيجية اللي بتحطها اليوم بكرة ما عاد تكون نافعة. فلذلك نحن لازلنا للأسف عم نستخدم أدوات وممارسات تقليدية إدارية تعود لعصر الثورة الصناعية، لازلنا عم نستخدم بنى هرمية تعود لأكثر من 20 سنة 30 سنة. هيدا الممارسات، هيدا البنى عم بتعيق الشركات والمؤسسات لتتكيف مع التغييرات والمتغيرات اللي عم بيشهدها العالم. فلذلك لابد من طرق جديدة في العمل، ممارسات إدارية جديدة في العمل، لذلك لابد من الرشاقة لحتى نحسن نتكيف مع هيدا العالم، نستجيب لهيدا المتغيرات اللي عم بتصير في هيدا العالم، وبالأخير نفوز على المنافسين. أكيد خصوصي نحن هلأ بعصر التحول الرقمي، بعصر التكنولوجيا وسرعة كتير بالمتغيرات. سمعنا عن كتير شركات طلعت برات السوق مع أنه كانت هي الوحيدة اللي مالكة السوق، مثل كوداك، مثل نوكيا. لهيك لازم كل مدير يكون عنده أسلوب إدارة رشيقة يقدر يمارس ممارساتها حتى ما يطلع بيوم من الأيام برا السوق، ويقدر يواكب التغيرات التكنولوجية والرقمية السريعة. لما حضرت الـ VMB سمعت شوي عن أجايل، هالشيء أثار فضولي. عملياً بعد ما أخذت الكورس اكتشفت أنه بطريقة ما كلياتنا عم نطبق أجايل، ولكن عم نطبقها مع الأسف بطريقة غير احترافية، غير مدروسة، ما هي مبنية على تقنيات عالمية. أكيد بعد ما أخذت الكورس ضليت عم بطبق أجايل في حياتي العملية، ولكن بطريقة علمية، بطريقة منهجية، بطريقة أكاديمية، وهذا الشيء أكيد كثير بيفرق بالنتائج والتسليم. هلا حاليا انا بشغلي ما توقعت صراحه انه الاجايل تكون مستخدمه في مجال مثل العزل الحراري للمنازل وتركيب السخانات بالبيوت، بس طلعت مناسبه تماما، طلعت اليه كثير مناسبه بحكم انه نحن بنسلم للزبون المشروع بشكل متتابع وبشكل متكرر، وبناخذ منه فيدباك على كل خطوه من خطوات المشروع. بالإضافة إنه هذا المشروع بيصير على فترة قصيرة من الزمن، فهي كثير مناسبة لآلية الأجايل. بالحقيقة لحتى نحول مؤسساتنا إلى مؤسسات رشيقة ومرنة، أول خطوة وأهم خطوة هي تغيير العقلية، تغيير العقلية في عند المدراء، عند قادة هيدا المؤسسات، من العقلية القديمة التقليدية إلى العقلية المرنة الرشيقة. هيدا أول خطوة وأهم خطوة لازم نعملها. الخطوة الثانية نبلش نكون فرق، منبلش فريق منكون فرق شبكية بتعتمد على مبدأ تدفق القيمة، مخطط تدفق القيمة، كيف ممكن احنا نسلم القيمة بشكل سريع للعميل. بتعلم هيدا الفرق شو هي الممارسات، شو هي الأدوات التقنيات اللي هو بحاجته لحتى نسلم العميل القيمة بشكل سريع ومتكرر، ومن ثم نعمل سكيلينج لأجايل، نوسع استخدام أجايل ليشمل كامل المؤسسات.